في فير بلاي نواصلوا في استقبال ضيوفنا اللاعب السابق للنادي صفاقسي بعد نهاية عقده البارح، التحق بنادي العين السعودي، نادي ينتمي للدرجة الأولى في البطولة السعودية. حابين نحكي أكثر عن التجربة هذه اللي مش الأولى تعتبر خارجيا لمحمد علي منصر. ذاك موجود معنا دالي بالتليفون. أهلا بك محمد علي. أهلا بك أخوي إسلام، مرحبا بك أخوي. أول حاجة مباركولك تجربة جديدة ليك في البطولة السعودية مع نادي العين، بالتوفيق إن شاء الله، موفق ليك وإن شاء الله مبروك. يعيشك يعيشك، بارك الله فيك أخوي إسلام، وإن شاء الله ربي تكون معناتها تجربة ناجحة بإذن الله. إن شاء الله، باهي أحكي لنا كيفاش بدأت الاتصالات، كيفاش جات، شكون كلمك؟ والله جات وسط الأسبوع هذا اللي فات، يظلي كلمني الكابتن وسيم تايب، معناتها هو اللي نسق مع النادي، معناتها غادي هو اللي هو معناتها اللي قام بال كل شيء، معناتها هو اللي حضر لي العقد معناتها كل شيء. البارح في الليل باش صححت معناتها ولا معناتها العقد معناتها هذايا رسمي. كيفاش كانت المفاوضات، سهله؟ مفاوضات والله كانت مع هو مع كابتن وسيم، معناتها كانت سهله برشا، معناتها ما طلبتش معناتها انا حاجات كبار برشا. الواحد معناتها طلب معناتها حاجات في قيمته هو، في قيمه معناتها اللاعب التونسي، يقول لي ما كانتش مفاوضات صعيبه برشا، معناتها سهلنا الامور. يقول لي البارح صححنا كما قلت لك. نحب معناتها نشكر النادي هذا معناتها اللي اعطاه معايا في ياخذه، ونشكر الكابتن وسيم هو اللي معناتها تكفل بال كل شيء، معناتها ان شاء الله معناتها الواحد يكون عند حسن الثقه معناتها نتاعهم الناس هذوما، وان شاء الله معناتها تكون تجربه ناجحه، وان شاء الله معناتها الواحد يجي غادي ينور، خاصه معناتها وجه اللاعب التونسي ان شاء الله. اكيد دليل لاعب في قيمتك وفي الاكسبيرينس اللي عندك. جاوك حاجات اخرين ولا؟ والله جاوني يعني من ليبيا، جاوني من ليبيا. خير الواحد معناتها ديما معناتها يتبع اللي معناتها يشوف معناتها هو روحه فيه ماديا ولا رياضيا مرتاح اكثر. رياضيا؟ لا رياضيا. حتى ماديا مش خايب زاد. مش خايب، اكيد بالله. الواحد تو معناتها لعب برشا معناتها كوره كل شيء، اليوم معناتها الواحد عمره 30 عام، مازلت صغير. لا يزي اخوي، تعبنا بالكوره اخوي، تعبنا برشا الحقيقه. من تونس وصلوك حاجة اخرين ولا لا بخلاف ليبيا؟ لا من لا تونس لا. والله يكلموني على الاول فريقين يظل لي، لكن الواحد معناتها يخمم تو معناتها باش يكون البره معناتها شويه يضمن المستقبل. خويا انت بالضبط الواحد خويا اليوم عنده عائله وكل شيء لازمته معناتها يضمن حياته، فهمت؟ خاصه في تونس مش مضمونين خويا، تنجم تاخو وتنجم لا. مش مضمونين تاخوه ممكن بنسبة 20%. اي صحيح. مالوريزمون نحن معناتها تبقى ذيك ديما المشاكل معناتها نتاعنا، يظل الواحد معناتها خسر برشا فلوس، لكن ربح معناتها محبة الجماهير، خاصة معناتها الجماهير النادي الرياضي الصفاقسي اللي معناتها وقفت معايا برشا، واللي معناتها شجعوني برشا، نقصوني برشا، لكن الواحد ما ينساش فضلهم اكيد. مادام حكيت على السي اس اس دالي، نهايه العقد نتاعك في 30 جوان الماضي، السي اس اس ليفكتيف، خلينا نقول بصراحه ليميتي شويه اليوم، التجربه معناتها انت ما حبيتش تكمل مع السي اس اس ولا ما كانش فما عرض من السي اس اس؟ ما كانش فما حتى عرض من السي اس اس، انا اكيد معناتها حتى ولو كلموني هما ماهيش باش نطلب معناتها عليهم حاجات اعجازيه، يظل لي كلمتهم انا خاصه معناتها بعد ما وفى الموسم هذا، كلمتهم عندي عندهم ما لقيت معناتها حتى تجاوب. المسؤولين تكلموا معناتها مره اثنين ثلاثه ما يرجع عليك حتى واحد، يلزوك معناتها باش توصل معناتها تشكي. انا نقول لهم اخويا ياهو من المنبر هذا يا مسؤولين، انا اخويا راني عندي فلوس عند سي اس اس، حبوا اخويا نجيو نتفاهموا، بالنسبه للي انا مستعد راني نطيح فلوس نعاون بهم جمعيتي، لكن اوموا على الاقل شويه اخطر للاعبين، على خاطر اخويا انا اليوم راني عاطي 17 عام للسي اس اس من عام 2005 انا اليوم في السي اس اس، لكن الطريقه اللي شفتها معناتها ما تليقش بينا، فهمت؟ اكيد معناتها الواحد سي اس اس ما حسبش على ما قصرتش معاه وما حسبتش معناتها جمله معاه، لكن اليوم على الاقل فما طريقه تليق معناتها بينا وتليق باسم نادي الرياضي الصفاقسي. اليوم نادي الرياضي الصفاقسي
متبري من بعض المسؤولين اللي معناتها ما كانوش في قيمة القدر اللي معناتها ينجموا هما يعطيوه اليوم اللاعب في قيمة النادي الصفاقسي. كما قلت لك انا اخويا انا اليوم معناتها كلمتهم وما كنت معهم حتى تجاوب اخويا المنبر هذا يا مسؤولين اجا اخويا نتفاهموا راني عندي عندكم فلوس ما تلزونيش معناتها باش الواحد يوصل معناتها يشكي باش يضمن فلوسه اجا اخويا نقعدوا نشوفوا معناتها كيفاش نلقاو حل راني مستعد معناتها نطيح منه المبلغ هذايا باش انا معناتها اليوم نرد به على الاقل الجميل للجمهور وللجماهير. معناها مستعد باش تتفاوض وتطيح من معناتها من المبلغ اللي تسير السي اس اس لكن فقط يكلموك ويحكيوا معاك معناتها عيب معناها يوصلوا ما يهزوش عليك التليفون معناها والله صدقني كلمته مره واثنين وثلاثه اخرتها معناتها رئيس النادي امين المال كلمته يومين التالي قلت له راني معاك فلان الفلاني قال لي دريجه كيك ونرجع لك دريجه و ثلاث ايام ما حاولتش تتصل بسي منصف سي منصف لا ما اتصلتش به مريض لكن اتصلت بنايب الرئيس قلت له يا سي شكري بربي راني عندي عندكم فلوس كلم يا اخويا شكري شيخ روح اي قلت له يجي اخويا نخاو امو حل شوفوا لي معناتها حل قال لي راهو تو معناتها انا ما عندناش فلوس قلت له كيفاش معناتها نشكي قال لي معناتها شوف اللي انت يصلح بيك اليوم عندي عنده معناتها عقد كبير معناتها شويه قدام الشهريه دالي على الاقل نعرف انا عندي 6 شهري ماشي خالص بخلاف رابور صحابي انا 6 رابور صحابي انا عندي 6 وعندي بريم روند مو عامين عامين كاملين ما خذيتش حتى فرانك عامين ما خذيت حتى فرانك عاملاه خاطر خرجت مشيت للبحرين سمحت فيهم الفلوس لكن تو معناتها كيما قلت شوف انا اليوم راني جميع معناتها راهو محمد المنصف جميع راهو اليوم معناتها باش يخرج لكويزين انترن فهمت لكن هو فما حاجات معناتها شخصيا يخصوني انا شفت معناتها برشا مشاكل في النادي السويسري من المسؤولين بخلاف السيد معز المستيري اللي معناتها هو اللي قام بالواجهه معناتها معايا وبكل المسؤولين لكن اليوم معناتها ما لقيت حتى تجاوب من المسؤولين نتكلم فيه ما رجعوش عليه جمله في التليفون على الاقل معناتها اليوم فما لاعب راهو اعطاه 17 عام للنادي السويسري وموا رجعوا له على الاقل شويه جميل انا راني نادي السويسري هو مش جميل في الحقيقه هو حقك حقي صحيح حقي على الاقل خويا اجاو قلت لهم اجاو على الاقل اليوم مستعد نقعد معكم على الطاوله نتفاوضوا عندي عندكم فلوس نقفلكم منهم نطيح لكم منهم نصبر عليكم اوموا قدرونا خويا وجاوبونا معناها مستعد حتى تصبر على فلوسك معناها مش هي التو تو عندي حتى مشكل ما عندي حتى مشكل زعما انت مصبر معاه على فلوسي لكن اعطيني على الاقل انت ضمان معناتها اليوم نضمن بهم فلوسي شيك اي حاجه ان شاء الله يتفهموا الشيء هذا وكنداء معناتها مني اليوم باش على الاقل اليوم يتلفتوا لنا شويه وعلى الاقل ما يعطونا شويه خبر اللي احنا عطينا ما قصرناش عملوا زادوا الواحد راهو عطاه برغم الظروف الصعيبة وقفت مع المسؤولين مع جمعيتي مع أصحابي ما عندي حتى مشكل وما عندي حتى مزية لكن اليوم كيما قلت لك على الأقل شوية يقدر اللاعبين اللي معناتها عاونوكم ووقفوا معكم. ب 17 عام كيما كنت تحكي محمد علي في السي اس اس عندك الأهلية والشرعية باش تحكي على الفريق اليوم شنو رأيك في الفريق اليوم في السي اس اس اللي في كتيف الموجود واللي صاير الكل في السي اس اس؟ والله شوف اليوم راهو أي لاعب يلبس ماريو النادي الشخصي اللي راهو يستحق معناتها اليوم باش يلعب لكن الجوارات انا شفتهم راه اذا كان معناتها اليوم تعطيهم شويه تشجيع ماديا راهو الجوارات رانا عندنا برشا جوارات يتمناهم اي فريق في تونس اليوم نشوف انا معناتها افكتيف باساب افكتيف معناتها باهي مقبول في قيمه النادي الرياضي الشخصي ان شاء الله معناتها كيما قلت لك معناتها على الاقل جوارات راهم تو ناقصين موتيفاسيون سينو تشوف معناتها منهم حاجات كبيره برشا سلام معناتها السنه نشوفوا وجه مغاير للسنه الماضيه النادي الصفاقسي ديما راهو يقعد يلعب معناتها على الالقاب راهو قدره كبير برشا سلام معناتها السنه نشوفوا سي اس اس معناتها في اعلى المراتب راني اليوم كما قلت لك 17 عام راني كلاعب للسي اس اس لكن الواحد معناتها راهو يبقى ديما محب وفي للنادي الصفاقسي راني من قبل ما نكون لاعب ديما نقول هذه راني محب للنادي الصفاقسي انا ولدي جهه نحب النادي هذا فضله كبير برشا عليا كما قلت لك اليوم ومعناتها انتهت مسيرتي كلاعب في النادي الصفاقسي اما راهي تبقى كمحب معناتها من حياة حتى واحد لمسؤول حتى واحد واضح يعطيك الصحه محمد علي بالتوفيق ان شاء الله ليك في تجربتك الجديده وان شاء الله المسؤولين في الفريق تفضل نحب معناتها نوجه رساله شكر لكل الجماهير اللي معناتها وقفت معايا وعاونتني طيله مسيرتي في النادي الصفاقسي لكل من شجعني لكل من انتقدني راهو معناتها راني جميع معناتها راني وصلت معناتها قصرت والا وصلت معناتها بخلت راني حتى قدرت عرق صحيح معناتها غلطت في بعض الحاجات خرجت رجعت بعد
تقبلوني بكل صدر رحب. اليوم كما قلت لك معناتها الجمهور الجزائري وفضله كبير برشا علي، ونحب معناتها نشكر الوكيل وسيم التايب اللي معناتها خدم العرض هذا. ان شاء الله معناتها الواحد يكون عند حسن الثقه معناتها نتاع الناس اللي اعطوها معناتها فيه اليوم ان شاء الله. يعطيك الصحه، شكرا لك محمد علي، بالتوفيق ليك في تجربتك الجديده في السعوديه، وان شاء الله صوتك يوصل للمسؤولين تاع السياسه. السيد ما كثرش معنا، قال لكم مستعد نصبر عليكم، مستعد نتنازل، غير احكيهم على بركه. موزيكا مكملين في البلاي بعد شويه حتى الخمسه.